اللحمة بقالها ساعة، فاضل لها تقريبا استوت 80%. حلو. هنحط الملح، دلوقتي بقى نكبس الرز. يعني ايه بقى تكبس الرز يعني؟ يعني نحط الرز على اللحم، هنسيبه بقى يستوي زي كأنك بتسوي اي رز. ها نخليه ياخد غلوة، ما يبدأ يتشرب نوطي عليه النار شمعة، شمعة 30 ل 45 دقيقة يبقى الرز تمام. لسه هنستنى 30 45 دقيقة تاني؟ ايوه، عشان الرز يستوي. الرز بياخد وقت يا عم. انت ممكن ناكل اللحمة بس.